أخوتي الكرام، إبليس رجل موحد مؤمن بولاية علي بن أبي طالب، هذه ملاحظة جدا مهمة، ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله. إبليس لا يمكن له أن يكون سيد الجن العابد إلا أن يكون شيعيا. إبليس شيعي، وعبد الله بن سبأ شيعي. قد تقول شيخنا هذا إبليس شلون تقول شيعي؟ هذا من الهراء، أنا أتحدث فيما قبل انحرافهم. يعني شوف، أكبر علامة من علامات عبد الله بن سبأ أنه يقال أن عبد الله بن سبأ كان يرفع شعار البراءة من أبي بكر وعمر، وهذا وسام شرف له. عبد الله بن سبأ كان من خلص شيعة علي بن أبي طالب ثم انحرف. إبليس انحرف لأنه عصى الله في عدم طاعته للسجود لآدم، وذلك كان يختلف طبعا عن هذا الظرف الذي نحن فيه. فإبليس كان مع عصيانه مؤمن بالله وباليوم القيامة وبرسوله وبعلي بن أبي طالب. هذا هو الذي يفسر أن إبليس عندما لقى عليا عليه السلام قال أنا أحبك. إبليس شيعي مخلص ما عنده مشكلة، إنما عصى الله في عدم السجود، انحرف وأصبح من الملعونين لعنة الله عليه. وكذلك عبد الله بن سبأ، هذه كلش مهمة، انتبهوا أخوتي. ماكو شيء، ماكو أي عبادة ما تقبل ما لم تكن شيعيا، هذه كلش مهمة. الله، كلها يم علي. تعرف الله عليك بعلي، تعرف رسول الله عليك بعلي. ماكو شيء، علي محور الدين، محور الحقيقة، انتهى الموضوع. أنت تصور حتى إبليس ما صعد مقامات عباداته إلا بعلي عليه السلام. كل شيء علي، كل شيء علي عليه السلام. أنا مو ذنبي إبليس عصى الله عز وجل، هذا لا يعني أنه لا يؤمن برسوله وبعلي. وهي تفسر لك ذيك لما الناصب يحتج عليك تطرق رأسك خجلا، ما تعرف شو تقول، لو تقول ضعيف. أنا شايف جبناء بس ما شايف جبان متميز يطعن بكل العياشي، ما شايف جبان أثول يطعن بكل القوم. هذا شنو هذا؟ هذا شايشي، هذا وديه يفتح له مقهى صغير وخليه يلبس الخط اليشماغ ويوزع شايات، هذا شغلته شايشي. هذا أي واحد بالشارع جيبه ما يعرف شيء يقول أنا ما أعترف بهذا الكتاب، ما أعترف بذاك الكتاب، يصير مطي. مطي، أنا نسيت أحط المطي، أجلكم الله، أخذ هيجي مطايا على كل حال. ولكن الناس مطايا حشاكم، تعرف ليش؟ لأن الناس يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل ريح. شوف هذا، هسه بعدين أحدث لكم قضية، قضايا أخرى